يوم 11 من شهر نوفمبر الذكرى ديال إحياء النهاية ديال الحرب العالمية الأولى اللي وقعت توقيع ديال النهاية ديال الحرب هذه ما بين الحلفاء الأوروبيين وألمانيا يوم 11 من شهر نوفمبر 1918. وحنا بالمناسبة هذه الذكرى هذه جينا باش نحييو هاد الشهداء بالملايين اللي سقطوا في هاد الحرب هذه من بلجيكا من فرنسا من إيطاليا من جميع البلدان الأوروبية اللي شاركت في الحرب ضد الغزو الألماني هنا في بلجيكا على الخصوص. اليوم حنا كنتواجدوا في هاد التظاهرة هذه باش نعبروا كمواطنين بلجيكيين على التشبث ديالنا بهاد البلاد هذه اللي هي بلدنا الثاني وفي نفس الوقت نقولوا بلدنا الاول. باش كتفسر الغياب ديال المغاربه في الاحتفاليه بحال هذه؟ انا الغياب ديال المغاربه هو في الحقيقه نسبي لانه معنا اخوان هنا مغاربه حاضرين، لكن الحضور ديال المغاربه خصوصا النواب البرلمانيين وفي المجالس البلديه ما كاين حتى شي واحد هنا اللي جا اليوم باش يحيى الذكرى هذه في الوقت اللي كنشوفهم دائما كيتهافتوا ملي كتكون حفلات مغربيه وفيها المأكولات والمشروبات والى غير ذلك. اليوم هاد الناس هادو مغيبين وكأن هاد البلاد هادي ماشي ديالهم، وكأن الناس اللي طاحوا الملايين ديال الناس اللي طاحوا هنا ما طاحوش باش يهيئوا لنا الارضيه ديال الرفاهيه وديال الديمقراطيه وديال الامن اللي حنا كنعيشوا فيه. وبالتالي مع الاسف الشديد هذا مسألة اللي تؤسف جدا أنه هاد النواب البرلمانيين والنواب في المجالس البلدية وليس الشباب ما كاينينش اليوم ولا واحد منهم، وهذا الشيء اللي هو مؤسف جدا. ولكن حنا حاضرين هنا باش نحيوا هاد الذكرى هذه وباش نعبروا على تشبثنا بهذه البلد. احنا حضرنا هنا الى عين المكان للقيام بتغطيه للاحتفالات الخاصه بالذكرى 98 لنهايه الحرب العالميه الاولى التي وقع خلالها الحلفاء الاوروبيين مع المانيا، ونسجل حضور مجموعه من السلطات سواء السلطات العسكريه والمدنيه والسياسيه. ولكن لاحظنا ونسجل باستغراب كبير هو الغياب الكبير للسياسيين البلجيكيين من اصل مغربي. نسجل هنا واحد الغياب فظيع، ما كاينينش هنا، ما كاينش حتى شي حضور بالعكس ديال الزملاء ديالهم السياسيين البلجيكيين من اصول بلجيكيه.